سلام، واش راكم؟ وين راكم؟ صباح الخير عليكم يا زينات، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا زي الوردات منورات ومفتحات. ان شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين ومتهنين يا ربي العزيز. شوفوا يا البنات، اليوم الصبحة ديما تبدا مع سمسومة في البوطاجي، بصح سبقتكم بواحد التفاصيل صغيرين بركتك تشوفوها. الحاجة الأولى نرحب بكم كامل حبيباتي جدد والقدم، ونقول لكم مرحبا بكم، ولي مازال ما فعلتش الجرس نقولها فعلي الجرس، ولي أول مرة تشوف قناتي نقولها اشتركي وفعلي الجرس على الكل بهكا يلحقك كل جديد، ولي ما الفا معايا نقولها مرحبا بك حبيبتي، وإن شاء الله نبقاو أوفياء لبعضنا للأخر، وإن شاء الله يا ربي ديما نحط لكم روتينات محفزة وكاملة نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. وركزوا لي على الطاقة الإيجابية، خيتكم اليوم راكم تشوفوا دخلت هذاك القش نشف حطيته فوق الماشينة، راكم شفتوه الدار مسيقة من البارح البنات، البارح جاتني العين العشية، واليوم تاني درك تشوفوا في فيديو تبعوا معايا الآخر درك تشوفوا عاود جاتني العين، جات البارح العشية وجات اليوم الصباح. واش نقول لكم، شلبقت وبحلقت وزدت حلبقت. المهم تبعوا معايا البنات اليوم غير النشاط والحيوية. شوفوا هنا بعد ما نحيت هذاك القش اللي كان نشف حطته فوق الماشينة، ديجا البنات كنت افطرت راكم شفتوا الماعن في البوطاجي، افطرت ودخلت هذاك القش الناشف، وبعد هذيا كي نط غسلت وجهي عفوا صباح البنات وتوضيت وحطيت الماشينة تغسل، بعد فهمتوني غسلت، وبعد ما كملت الفطور كان القش تاعي تغسل، هاني جبته هنا ننشره على بالكم كيما مالفا نقول لكم توجور انا نشرق قشي هنا في الكراج مادام صيف وسخون الحال، يعني يشيح لي ليه خير ما نطلعوا فوق السطح ونضل طالعه هابطه. اهي هي البنات، يا البنات واش نحكي لكم اليوم غير تبحليق، تبعوا الفيديو للاخير على بالي راح يعجبكم بزاف وراح تنشطوا معايا بزاف بزاف. لي مازال ما عملتش جام نقولها اعملي جام الفيديو باش هكا يطلع لا فيديو ويشوفوه بنات بزاف، واللي عملت جام نقولها ربي يخليك ليا يا العسوله يا النحوله يا الفراشه يا الزينه. شوفوا البنات هنا بعد ما نشرت القش تاعي، هذه الصوف على بالك ما غسلتها عندها واحد 3 ايام، البنات اللي مالفين يتفرجوني راهم على بالهم نهار غسلت الصوف قلت لهم ما خبيتش عليهم وقلت لهم حتى انتم اجبدوا الصوف تاعكم غسلوها، هذه هي الصوف تاع البنات المخاده، البنات المخاد اللي نرقدوا عليه. هاني الله الله زي الفحله زي النحوله، نشرت القش تاعي كامل، القش اللي كان نشف خبيته، هيا بكرت على صباح ربي كما تعرفوا زي الفحله، غسلت قشي انفضت انشرت، ومن بعد نرجع ديك الصوف نعاود ننفضها مليح مليح زي الحره تاع الحراير. هذا تويتي يقول لكم صباح الخير صباح الخير. كيما قلت لكم البنات ورجعت للصوف تاعي نفضتها زي حره الحراير، حطيتها في المخاد وخيطها، مادام المخاد تاعنا ترقاد برك البنات كيما تعرفوا دركا الصيف وسخانه لازم نبروفيتي، وسيرتو كي تجي العين على بالكم دركا المناقص البليبار ما تجيهمش العين يومي كيما حنا ديفوا تقعد بالعشر ايام، مي الحمد لله اليوم جات المره هذه راهي جات شغل جاتنا البارح العشي، سيقت الدار كامل ودرت هذاك الكغون ميناج اللي شفتو في الكوزينه في الفيديو السابق، والتنظيم وتحت البوطاجي وذيك والدنيا والفريجيدار تغسل والدنيا مقلبة وتحلبيق وتشلبيق كامل، اللي تحب تشوفه تدخل الفيديو اللي فات، واللي حابة تشوف كيفاه زدت حرحرت اليوم الكراج سيقته الله الله وزدت سيقت هذوك لي سانيتاغ الله الله وزدت كيما راكم تشوفوا هنا المخاد حشيتهم وعاود ضربتهم فضتهم مليح وديتهم خيطك خبيتهم الله الله، وحده الطاقه ايجابيه ما تفضش وحده النشاط يا ما نحكي لكم، سيرتو كي تجي العينه يا نعود نكز على فرد رجل يا نجبد حتى يتقطع المجبد. الكلمه الشهيره خوتي ما نرحمش روحي انا خلاص كي تجي العين نهبل نهبل، تلمو عندها واحد العشر ايام ما جاتش دركا كي جات اليوم نحكي لكمش البارح للعشرة بلاك الليل حتى حبست معاها للاخر حتى راحت واليوم كيف كيف. المهم هنا الله الله هاكم تشوفوا خيتكم زعما شوفوني. شوفوني شوفوني انا الفحلة شوفوني. المهم البنات والله نظافة مليحة، ومليح الإنسان يعمر الوقت تاعو بداره بولاده بحوايج اللي تفيدو، يعني ما يعمرش الفيت تاعو بعس الطلع بالعسى يعني تطلع والنازل، كاين الناس البنات مخليين ديارهم مهملين ولادهم مهملين رجالتهم وعسين الطلعة والهابطة واللي دارت واللي ما دارتش واللي خرجت واللي ما خرجتش واللي شرات واللي ما شراتش. هنا برك حبيباتي نقول لكم هذا الخبز
الخبز هذا نيبسه هنا، شغل نحب نيبسه البنات عند الشمس، يعني طلعته لفوق فوق السطح نيبسه مليح، ومن بعد ندخله نرحيه ونخبيه البنات، نصيره ونخبيه، نخدم به وصفات كما تاع البسبوسة اللي شاركتها معكم في الفيديو السابق. هذه هي البنات شكيشيكة، برك درت شكيشيكة خفيفة ديجا، يعني ما كانش عندي بزاف الخضرة كما قلت لكم في الفيديو السابق، كي غسلت الفرجيدار البنات فضلت لي الخضره، غسلت الفرجيدار يعني بقاو لي حوايج خفاف برك، وقلت ندير شكشوكه خفيفه، وانا نحب الشكشوكه في الصيف البنات ما نكذبش عليكم. درتها الغداء هذه البنات، كي جات العين سامحوني، عاود جات الصباح كيما قلت لكم ما قدرتش نصور معاكم كيما تعرفوا، وازر بزرب خفت تروح، وقلت نسيق هذاك الكراج من الغبره الصوف، وهنا البنات الباب من تحت فرشت له هذيك الفراشيه باه ما يدخلوليش نقول لكم ولا لا جرانات البنات نخاف منها، على بالكم لقيت جرانة البارح شوف، وخرجت وخليتها في الدار وحدها، اقسم بالله حتى عيطت على ولد جارتي هو اللي خرجها لي، سي نقسم بالله نقيل برا البارح في السخانه، والله انا نخاف منها البنات ما تصوروش كيف ما انا كي تدخل ما نقدرش خلاص نطلع عليها اصلا ما نحملش نشوفها خلاص. المهم حبيباتي هنا كي جات العين طفيت البورتابل، كنت قاعده نصور معاك، مي كي جات العين طفيت البورتابل تاعي ورحت حليت هذيك العين، عاود سيقت الكراج لي سانيتير السطحه كما شفتوها، هذيك الفيراندا تاع الدخله، المهم الدار الداخل كانت مسيقه من البارح، عاود فوت لها مسحه بركه كيما راكم تشوفوا، الله الله. وخلاص البنات تبعوا معايا الاخر، درك تشوفوا هنا كي كنت سيقتها وبديت نفرز فيها، نفرز فيها ومن بعد نروح نزيد نفرشها ونرتبها مليح وتشوفوها معايا. نرجع لكم البنات للموضوع هذاك تاع يعني الانسان كي يكون بار اكزامبل مي مرضش بالناس البنات، كاين ناس صدقوني مرضى بالناس ربي يهديهم، يحسوا لي طالعه لي هابطه نهار كامل هما في التياق نهار كامل ضاربين الجمايع، فلانه دارت فلانه ما دارتش فلانه شرات فلانه ما شراتش فلانه عندها فلانه ما عندها، ليسونسيال الجمايع ضاربينهم غير على الناس وتمنشر ويلقطوا في السيئات. يا اختي نقعد في داري نحكم داري نصلي صلاتي، هنا البنات راني حتى قرآن انا ننصحكم بسورة البقرة كل يوم في الدار كل يوم، يعني بعد عليك مش واطين تنحي لكم هذاك القلق الاكتئاب، على بالكم البنات بلا ما نحكي لكم فوائد سورة البقرة ما تفضلش. المهم حبيباتي هنا راني نرتب في البيوت ونحكي مع حبوباتي، كما قلت لكم انا نحكم داري يا اختي، نظف داري نسيق داري نطيب طيابي نتهلا في روحي نتهلا في ولدي نتهلا في صحتي، فهمتوني اللي عندها رجلها تهلا في رجلها تتهلا في صلاتها، المهم تشوف حاجه تفيدها وتعمر بها الفيد، فهمتوني حتى اللي عندها الوقت بزاف بالك كاين واحد ما عندهمش الاولاد وحيد ماهيش متزوجات، يا اختي ما تضليش بار اكزامبل تفوتي في وقتك غير في الحوايج التافهه اللي ما عندها حتى معنى، سواء يعني جمايع هذوك اللي ما عندهم حتى معنى، يعني الانسان كي يقعد فيهم يزيد على روحه السيئات ويزيد يعمر راسه ويعمر قلبه. يا اختي نروح نصلي نروح نقرا قران نروح نقرا كاش كتاب نروح المهم نتعلم كاش حرفه اعاده تدوير اشغال يدويه نعمر بها الفيتا نتعلم كاش صنعه، المهم ندير حاجه اللي تفيدني وتفيد المجتمع فهمتوني، مش ني انا نروح نضل النهار كامل بار اكزامبل نطيب الغداء صباح بكري ونضل النهار كامل ونضرب الجمايع على فلانه وفلتانه ولا بالسوايع في التليفون، هاكم تعرفوا هاكم تعرفوا ليسونسيال البنات ديجا راكم فاهميني، على بالي بلي راكم فاهميني كامل وراكم شايفين الفئه هذه، يعني على بالي بلي عندكم كامل في اللي فامي ما كانش اللي ما عندوش الفئه هذه تاع العسى والتمنشير. يا اختي كل واحد يعس روحه ويعس حياته باه الانسان يتقدم لبنات للقدام، يعني لازم يسرح بروحه من الاخر ما يسرحش بالناس فهمتوني، يعني يدير حوايج اللي تفيده يصلي صلاته يقوم داره يقوم ولاده يقوم بمسؤولياته، وكي يكون عندك الوقت زايد تقدري حبيبتي انك تتعلمي صنعه كما قلت لك تفيدي بها روحك تعمري بها الوقت تاعك، وامام طوم بالك تزيد تفيدك تدخلي بها دراهم تدخلي بها مصروفه تعاوني بها روحك تعاوني بها راجلك تعاوني بها دارك. المهم هذه هي حبيباتي بربي ان شاء الله منا والجاي راح نولي كل مره يعني كل فيديو نقش فيه معاك موضوع معين، ونتمنى انتم ثاني تتفاعلوا معايا في التعليقات تعطوني نصائح تعطوني التجارب تاعكم يعني ليا والاخوات ونستفادوا كامل مع بعضنا ان شاء الله يا ربي، ونقول الاخوات اللي قاعدين يعلقوا لي ويعملوا لي لجام نشكركم بزاف 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 وربي يخليكم ليا، والبنات اللي قالوا لي سمسومه صوتك يهبل يعجبني صوتك وتعجبني هضرتك حتى
انا حبوباتي تعجبوني كامل، تعجبني روحكم مريحه، تعجبني التعليقات تاعكم كي نشوفها. والله والله يا البنات نفرح بزاف ونتحفز نتحفز، ما تصوروش كيف ما. نتمنى انكم ثاني ما تبخلوش عليا باللايكات للفيديو تاع اليوم والتعليقات، وقولوا لي واش رايكم في الموضوع هذا، يعني اللي حكيت لكم عليه. هنا راني مازال ما غسلتش المعنى، قاعده نوري لكم كيفاه فرزت الدنيا بعد ما راحت العين، كيفاه رتبت. المهم كلش معمر، راني قاعده نوري لكم كلش معمر، تقريبا عمر حتى الفناجل. اقسم بالله البنات على بالكم والله العين ضربه كيما تجيش كيما حنا قلت لكم. دي فوا تقعد لنا حتى بالعشر ايام، بالعشر ايام ايماجيني والبنات 10 ايام ما تجيكش العين، يعني كارثه. المهم حبيباتي واش رايكم في المطبخ تاعي بعد ما رتبت ونظفت؟ وحق البنات اللي فات هالفيديو السابق اللي رتبت فيه المطبخ وغسلت فيه الثلاجه ورتبت تحت البوتاجي وحطيت هذاك الريفيتايمه تاعي حطيتها في المنظمات. المهم فيديو يهبل مليان بالتزرزيق والضحك واللعب والتمسخير، فيديو يهبل يا البنات الروتين السابق. واللي تحب تحوس يعني تتعلم الخياطة كيما نقول لكم توجور، راني مشاركة بزاف معاكم دروس هايلين هايلين وسهلين خاصين بالمبتدئات، وفيهم ثاني نصائح وافكار مام يعني للي يعرفوا يخيطوا. مي كيما على بالكم البنات ما كانش في الدنيا هذه اللي تعرف كلش، فهمتوني؟ مام وحدة تكون متعلمة مثلا صنعة معينة وكذا، مي الانسان يبقى طول يتعلم، يعني ما كانش انسان يعرف كلش. المهم راهم فيديوهات هايلين يا البنات، فيديوهات تعليمية في صالة خياطة اعادة تدوير، المهم افكار رائعه رائعه كيف احنا نخدموا الباترون كيف نطبقوا على القماش. المهم تحب تتعلم الخياطه فقط تدخل القناه وتهبط يعني لاسفل الفيديوهات، راح تلقى يعني بزاف بزاف الفيديوهات تاع الفصاله والخياطه. وما تنساوش الجام البنات، انا قاعده نقول لكم ما تنساوش الجام ما تنساوش الجام ما تنساوش الجام. نتمنى حبوباتي انكم ديروا لي كامل جام وتفرحوني، ربي يفرحكم ان شاء الله يا حبيباتي. هنا شوفوا فرشت بريصه ليا برك، اليوم ولدي ما كانش راح نرقد وحدي، راح عند خالو راح نرقد وحدي برك، على بيها فرشت غير بلاستي. اوكي ما راكم تشوفوا راح نرقد في الشومبرا تاعو، يعني البنات حنا البليبار نرقد في الشومبرا دي، يعني شومبرتي يعني انا قليل ونرقد فيها سيرتو ملي يدخل الصيف، شغل نحب نتفرج معاه هكا دي فوا تيليفزيون. ما نرقدش بكري البنات والله نسهر بزاف، ما فهمتش على نسهر بالصيف ما نرقد في الليل، دي فوا نقعد حتى لا كيما البارح يا البنات صدقوني قعدت حتى للساعتين ونص، ايماجيني ونقعد للساعتين ونص هيا ايماجيني، اقسم بالله الساعتين ونص ما رقدتش. البنات اللي عندكم افكار كيفاه يعني كيفاه تتخلصوا من الارق هذا والله تعبني بزاف، انصحوني البنات في التعليقات لاني والله تاعبه في الليل يعني ما نرقدش. هنا البنات بعد ما كملت هذاك النيتواياج وكيما شفتوا صورتك نكمل رتبت الدار وكل شيء تعبت بزاف، اي با رحت تكيت بالك واحد الساعه هكا روبوزيت بيان. وكيما قلت لكم انا ما نرقدش، ما جانيش النوم بعد جعت نط قلت مازال لي شويه شكشوكه اللهم نجبدها نزيد نتعشى بها. نتعشى بها وخلاص البنات على بالكم احنا كي نقعدوا وحدنا ناكلوا اي حاجه. شوفوا كي يكون بار اكزومبل عندك راجلك ولا اولادك سيرتو يكونوا يقراو ولا يكونوا هكا ليسونسييل، كي يقعدوا عندك اولادك من الاخر يقراو ولا ما يقراوش هكا طيبين لهم متنوعين لهم وتقول يا ربي برك ياكلوا. على بالكم الاولاد دي فوا يا مات ياكلوا ويا مات يولوا يحبسوا عن ماكله ما ياكلوش، خلاص تعودي انت تحاولي فيهم واش نطيب لك ولدي واش تاكل واش حبيتي تاكل واش حبيتي نطيب لك. بس حكي تقعد انت وحدك برك مثلا راجلك ما كانش الاولاد ما كانش ولا الاولاد عندهم واش ياكلوا، انت ما تحوسيش تاكلي اي حاجه، تقولي لي سونسيال المهم نحي الشر وخلاص. بصح الميناج ما نفرطوش فيه. شوفوا انا ما نفرطش في الميناج، شوفوا ندير ميناج نغسل ما على باليش ننفض كل شيء مي طياب نقول معليش ليسونسيال ناكل برك اللي جات ونروح نرقد وخلاص. ليسونسيال يا اختي كي نروح نتكا نتلفت نلقى دويرتي نظيفه مرتبه تلقلق تبرق الله الله، نحس بوحده الراحه النفسيه وطاقه ايجابيه روعه روعه يا البنات. المهم حبوباتي رانا قريب نلحقوا لنهايه الفيديو، نقول لكم شهيتكم في الجنه والله شكشوكه تاعي تهبل البنات على بالي راكم تشهيتوا. شوفوا البنات انا كل شتاي يهبل، كسرتي تهبل شكشوكتي تهبل انا نهبل. المتابعه تاعي هبلوا على بالي.
المهم حبيباتي نحب نضحك معاكم بركة، ما تبخلوش عليا بليجام للفيديو البنات، رجاء حبيباتي ما تبخلونيش بليجام ولي كومنتير ولي قادرة تبارتاجي الفيديو تبارتاجي هو لي ملا. ربي يخليكم ليا، تهلاو في روحكم البنات، نلتقي في فيديو لاحق بإذن الله، إن شاء الله نلقاكم بصحة وعافية ودمتم وفيات لقناتي، وباي باي.